احنا هنرصده ربما حتى اول صلاه. الملف السوري فيه بدت واشنطن وبعد نحو 8 أسابيع على الاحتجاجات في سوريا أكثر حزما إزاء نظام الأسد، حيث دعت الرئيس السوري إلى قيادة الانتقال السياسي أو الرحيل. قال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه إن واشنطن ستفرض عقوبات مباشرة على الأسد بسبب ما يلحق بالمتظاهرين من انتهاكات لحقوقهم. أما ميدانيا فغردت حمص خارج سرب النظام وأظهرت التزاما شبه كامل بالإضراب الذي دعت إليه المعارضة على الإنترنت. دعوة مباشرة وصريحة وربما الأولى من الإدارة الأمريكية إلى الرئيس الأسد وضعته أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما قيادته عملية الانتقال السياسي أو الرحيل. وبحسب المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن واشنطن لم تكتفي بتشديد لهجتها إزاء الأسد، بل عمدت إلى الإعلان عن عقوبات بحقه بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان. الرئيس السوري استبق الموقف الأمريكي بإعلانه أمام وفد من حي الميدان الدمشقي أن الأزمة الراهنة باتت خلف سوريا، معترفا أن ثمة أخطاء داخلية متراكمة أدت إلى اندلاع الحركة الاحتجاجية. العقوبات الأمريكية لم تستثن اثنين من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بسبب دور مزعوم في قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري، وفي الوقت الذي تجاهلت مدن سورية دعوة المعارضة إلى إضراب عام، خرجت مدينة حمص من الإجماع والتزمت بإضراب شبه كامل شمل معظم متاجر المدينة التي شهدت مقتل رئيس فرع الأمن السياسي فيها العقيد محمد إبراهيم عبد الله هو وأربعة عناصر من القوى الأمنية. أما في حلب فذكر شهود عيان وحقوقيون أن قوات الأمن اقتحمت المدينة الجامعية على خلفية التظاهرات المناصرة لدرعا واعتقلت أكثر من 1000 طالب. وجنوبا وتحديدا بلدة نوى في محافظة درعا فذكر ناشطون أن القوى الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة بين سكانها وسط انتشار للدبابات وإطلاق للرصاص. صرح مصدر عسكري مسؤول بما يلي: التلفزيون الرسمي السوري أذاع بيانا قال فيه إن وحدات الجيش أوقفت عددا من الفارين من العدالة وضبطت كميات من الأسلحة في منطقتي تلكلخ ودرعا بعد مطاردة أسفرت عن مقتل 8 من عناصر الأمن والجيش. حسين الطود، العربية. ولمتابعة ما يدور على الأرض في سوريا معنا تحديدا من مدينة إنخل القريبة من مدينة درعا شاهد العيان محمد الشرع. محمد، ماذا ترى أو ماذا تسمع في هذه الأثناء عما يدور في درعا أو في محيطها أو في مدن سورية أخرى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدي، ما يدور الآن في إنخل وجاسم ونمر والحارة ونوى هي مجازر جماعية. نعم، وإرهاب للمواطنين وإطلاق نار كثيف. نعم. كيف عرفت أنها مجازر جماعية يا محمد؟ يا سيدي الكريم، بإنخل موجود 62 شهيد حاليا. 62 شهيد موجودين حاليا بينخل، ووجود كمان بين حقول القمح. نعم. نعم، من 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 قتلهم؟ الحكومة تقول إنها تلاحق عناصر مخربات تقوم بترويع المواطنين، وكذلك تتحدث عن أن بعض المواطنين طلب مساعدة الجيش في ضبط الأمن، فكيف أنت هنا تتحدث عن مجازر والحكومة تتحدث بالمقابل عن قمع محاولات تخريبية؟ يا سيدي، ليس لدينا مخربين ولا إرهابيين، نحن نطالب بالحرية فقط وأسقاط النظام. نعم يا سيدي الكريم، باتت قناة الدنيا اليوم أن أهالي الصليمين يطلبون من الجيش والأمن دخول مدينة الصليمين لقتل الإرهابيين والمخربين والسلفيين، فنقول لهم ونظامهم الساقط أن أهالي مدينة الصليمين مجتمع متماسك وعشائري مترابط مجمعين جميعا على رفض دخول أي عنصر من أمن والجيش إلى مدينة الصليمين، ولا يريدون مجازر كالتي حصل في درعا وطبس وأنخل وجاسم والحارة وغيرها، وما يحصل الآن في نوى كناكر خير دليل على ذلك. نعم. نعم، في هذه النقطة تحديدا فيما تقوله، لو نقلت لي ما شاهدته أنت اليوم بعينك في مدينة درعا أو في محيطها، ما شاهدته أنت بعينك وليس ما سمعته؟ نعم عفوا، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد الشرع. أشكرك جزيلا على هذه المعلومات، شاهد العيان من مدينة إنخل.
أفادت مراسلة العربية في لبنان بأن قوات الأمن اللبنانية أوقفت 6 سوريين تسللوا إلى الأراضي اللبنانية وسط تخوف نشطاء من تسليمهم على غرار تسليم الجنود السوريين الذين هربوا. المسألة ما تزال تثير الكثير من ردود الفعل، منها المرحب ومنها المستنكر. وفيما أخذ الجدل القانوني مكانه في القضية، أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها على حياة الجنود الذين جرى تسليمهم. اتهم